للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو استوديو مركز الأخبار الأستاذة نورة الفيحاني رئيس نقابة المصرفين البحرينية رئيس الاتحاد العربي لعمال المصارف والتأمينات والتجارة والأعمال المالية. رحب بك أستاذة نورة في نشرة أخبار الثالثة. نتحدث عن مبادرة مملكة البحرين في مجال التكنولوجيا المالية وهي إحدى المبادرات يعني العديدة التي تقدمت بها المملكة خلال أعمال قمة البحرين. ما أبرز يعني الإنجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال؟ مساء الخير، شكرا مساء على الاستضافة. في البداية أود أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبركات لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على نجاح مملكة البحرين في استضافة القمة العربية 33. وحول مبادرة مملكة البحرين، طبعا تعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في المنطقة التي ترعى وتشجع دائما نمو الخدمات المصرفية والمالية الرقمية، وقد اتخذت خطوات استباقية لاحتضان صناعة التكنولوجيا المالية من خلال إطلاق العديد من المبادرات والابتكارات في مجال الرقمنة. ولقد لامسنا هذا التحول الرقمي في حياتنا اليومية خلال جائحة كورونا بشكل واقعي وملموس أكثر، حيث تمت كافة المعاملات المالية وكافة الإجراءات الحكومية تتم عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، وتمت جميعها بكل سلاسة وانسيابية تامة. وهذا لم يحدث من فراغ، وإنما جاء على ركيزة قوية من بنية تحتية التكنولوجية التي وضعتها مملكة البحرين ضمن سياساتها للمستقبل. ورأينا كيف استطاعت أن تسير هذه الأعمال على جميع فئات المجتمع، فأصبح لدينا اليوم ثقافة رقمية مجتمعية. وبذلك وبشأن الحديث عن الإدارة المالية، نجد مصرف البحرين المركزي الداعم الأساسي في كافة التقنيات المالية التي نستخدمها اليوم، حيث قام بتوفير إطار عمل تنظيمي لتسيير وتسهيل الابتكارات، حيث قام بإنشاء وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار واستحداث البيئة الرقابية التجريبية، وحرص كذلك على تشجيع المصارف وشركات التأمين ومد يد العون لشركات الاتصالات ورواد الأعمال لإطلاق العديد من التطبيقات وتطويرها بشكل كامل وانسيابي لتعزيز من مكانة مملكة البحرين كمركز مالي إقليمي رائد في المنطقة. وبهذا الصدد أيضا تم إنشاء خليج البحرين للتكنولوجيا المالية الفنتك، وهو يعتبر أكبر مركز في الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية، ويعمل على الاستثمار في الابتكار وتوفير بيئة تنظيمية تكنولوجية مثل المختبرات المتقدمة، مسرعات الأعمال، وكذلك يوفر البرامج التدريبية والتعليمية. وهو ما أهل مملكة البحرين لكي تكون مركز جذب واستقطاب للعديد من المؤسسات والشركات المالية الإقليمية والعالمية. نعم أستاذة نورة، هذا يعني فيما يتعلق بإنجازات مملكة البحرين. ماذا عن الطرق الممكنة التي من الممكن أن تتبعها المؤسسات المالية لتعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال، مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي؟ طبعا جاءت هذه المبادرة حول التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي إيمانا من جلالة الملك المعظم على دعم وتفعيل العمل العربي المشترك لتعزيز القدرات العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. ولعل من أهم هذه الطرق أولا تطوير البنية التحتية وتحسين الشبكات والأنظمة المالية، تعزيز الوعي حول أهمية استخدام التكنولوجيا في حياتنا اليومية، ونشر آلية حول كيفية استخدامها بسهولة وبشكل آمن وفعال، العمل على تدريب وتطوير العاملين في القطاع المالي، تحسين البيئة التنظيمية ودعم القوانين المتعلقة بصناعة التكنولوجيا المالية، تعزيز التشريعات والتنظيمات المالية لدعم نمو التكنولوجيا المالية، العمل مع شركات التقنية المالية لإيجاد أفضل الحلول والمقترحات التي تلبي جميع الاحتياجات وتعزز من هذه التجربة، تعزيز التعاون الدولي
من خلال تبادل المعرفة والخبرات والعمل على تطوير المعايير الدولية للتكنولوجيا المالية، وأيضا إيجاد بيئة حكومية إلكترونية معاونة كما فعلت مملكة البحرين من خلال إنشاء هيئة الحكومة الإلكترونية. وهنالك العديد من الطرق التي ممكن العمل عليها، ونؤكد وبلا شك بإمكان مملكة البحرين أن تعطي النموذج الاسترشادي وتعمم من تجربتها المتميزة والفريدة على الصعيد العربي، ليتسنى الاستفادة منها بما يعود بالنفع على الجميع لتعزيز الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة. نعم، الأستاذة نورة الفيحاني رئيس نقابة المصرفين البحرينية، كل الشكر والجزيل لك. شكرا لكم.